lui ha 36. اني انا زي ما قلت لك خويا العزيز الله يحفظك ويبارك لك مبروكه وتحياتي ليك. راني كنت في خارج انا خراني بتاعك انا بلي 16 من الدوزه علاش عليه راه واش نقول لك راه لا اله الا الله. اسمع طالع على السكر ولا راه يبرد على روحه ولا خليه خليه الكلب اللي يبقى ما يعرفش. اسمع دابا هذا كيقول على خو الكلب عادي خرج هو قال له ما يقعد والو بالعكس راه بصح دابا قال عليه كلب يعني هذاك يقول على خو الكلب يعني البارزي راه اكبر ولد الحرام في عائلو. حنا البارح طالعين معاه بالرجوله جات كيسب فينا وهذا هذا سمعت معاه فين كنت معاه مشى دوز الفاكانس مع صحاباته ولا يعني مرجو مرجو سيس خويا والله ما راه نورمال نقسم لك بالله راه المراه ديالو دابا ما كايناش في الدار دوز الفاكانس مع صحاباته ولا يعلم الله ودابا السيد اللي ما راهش نورمال راه يتريقل فهمت بنادم ماشي نورمال انا دخلات فيه واش هو الخوادري هذا ولا شكون ما فهمت سيد اخوه طاو ولا خرج ليه العقل اقول الدراري كيسوا عليه راه بحال والو غادي يسكتوا دي مرور هاد الليله غادي يعودها اه واركين معانا راه يطلع يقول ترى الصافي يعني خونا راه شو انا من خير انا قالي له راه ما باغيش نمشي نمشي لكيدي راه يطلع دابا ويقول هاد الهضره مباشره راه عنده عادي قال لي قول له يطلع يطلع قال له راه غدو كاعنا معانا خويا بنادم ما حنا الهضره ديالو دابا في اللايف تفرج لي في اللايف كيبان ليا هو بخير انا هضرته والله حتى كيبان لي خويا والله حتى كيخون مصار له بالله غدا زاهيه مرتو خارجه مع زين مشات شوف بادر هذا الا كان بادر يطلع شوف واخا يفرونتيس واخا هذا ابي زيك الا كان هو ولا الدراري طلعوا ما خي انا تصدمت يلا بقى معايا يلا شوفوا قال له هو يقول هاد الهضره براسه انت غنشوف ريت هو معاه ما معاهش هو وقالت كيسب وقالت كيسب وقبيلتي راه قبيلتي قالت كي هضرت والله هو اللي يقول استغفر الله وكي ترى حنا ما كنبغيوش نقصحوا راه عندنا العامر وكنهودوا في حالنا كنقولوا ما قال له هذا ما عندناش مع قال له طاطاطا يعني هذا خوتي يقول عليه هذا الشيء طاف باين نهار بالله ما تحاول يا عزيزي افيق واش عليك شوف شكون مدام سربيه عادي عنده انا خو ابو شوف خويا عالي شي خو انا مابوني عنده بالرجوله وعمو البارزي ما مابونيش ابوني عنده ملي كانت عنده هكا والله تم ابوني عنده كنتفرج ليه في اللايف ديالو والاخر ما مابونيش عنده الاخر طلعت معاه جوج مرات ولا ثلاث ما مابونيش عنده باش كامل هذا ما بقاش داوي عنه صافي نمشي بحالات وحنا راه شوف شوف بدر ولا بيزي راه كاين بدر هنا بلي كيتفرج مرحبا به لك مرحبا بارطاجيو الدراري البلان بيزي الله يحفظكم ها هو بيزي هو هو راه شوف شوف راه مكفت يديه واخا يلا من الاحسن لا شوفك مشكله كحلاه هي مشكله سكرانه هادي مشكلة مقرقبة بعد بقى الموشة مشاكل مشاكل قولي انجليزية مشي هو تا يا اخويا يطلع معنا لايف وتشوفو مشي هو قلبو الريكورد الله بعد تسمع الصوت ديالو اهو الله بعد في الاخر اشياء تليفون جا اكس زد اكس نام عادي هنا راه طق طق ونشوف عندنا اشرف صاحبي تا هنا كنطلعو كنركبو كنهوضو عن ما تلقاوش معطلين ضرب بوكسور راه ضربه واحده واش كيضرب 30 ضربه شكوا ضربنا قال لي هيك خويا تغرات واش الدراري هاني الدراري ما درتوش دابا القفل في البلاد قول لي عمر ما هو مشكله مزنزنه شكي دورني دورني مشو سقط كيد لا ماشي سقط شو شو الدراري شو 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 شح اي بلاتي فين هي فين هي صرفني لي دار ماكينه شو لا ما شو راه كنيه خلينا بلا كنيه بقاش ورا كنيه في الله اش الدراري فين هو قال له فين هو قال له يطلع دابا وتسمع سبعة وتسعين الدراري
وفين التاكوس؟ بكريشة. أو هي على الغلي. هجريها هجريها. إيه. أنا يعني ما أشوفك شوية. إيه. اليوم أخسر ما تذمك. مرحبا. أنا معك واحد. ها ما عندي شيء عارفين اشرف نيا شكون عمشي قال لك واحد خو قال لك واحد العيبه قال لك شي واحد لما كانش كيدوز هاد الشيء في صغره شي حاجه في صغره هذيك ما راه ملي كيوصل لكبرو كيتلف كاين تم دير عمو تعم كلشي تايا ويلي كيفاش البلا وندير عمو البريزي ولا ما عرفت شناهو تما لك عمي تا نقرا انا عمو البريزي ويسيري يدير سميتو كنيتو يدير سميه ملقب بها ايشي الدخان ولا مال ايشي هاو على لك سكار تطلعو علينا حنايا كيفاش طلع هاد الكيس واش اخونا تشافين شحال طلعو هاد شي حاجه سير صايب كونيكسو جيت لك واحد قال لك وجه وجه الباك وجه جبتي الباك خويا 0.0 يلا شاك عندك 2003 ما شفتش الكوموند عاود كتبو عاود كتبو ما حفظتك زيد 2000 طروا هادشي ترى زيد 90 انا وخونا تقول لي 2000 طروا تما لي بنت لك انا ملط فين تشعل الضو دير شي حاجه ايوا خويا قاوا قال لي وجع قال لي كتب شي حاجه انا بنجي لي طلع جيب الكاس مشيتي قال لي الرجوله ما يمشيش مع الصفوص اخو يا كلها اخونا هضروا معاك كلام تشاور معاه هو كاين ولا ساكن الا واش نمشي معاه واخا يكون انا اللي كاين السلام انا مش احترمتك سلام حتى رمزك حتى باش حتى رمزك قبل ما ندخلوا في التفاصيل انا اخويا يدير غلط كنخرج فيه كان على لك لا وانا راه عندي اللي غنقولوا في واحد بحال اخويا يعني اللي غلط راه غلط فهمتيني وانا غادي نمشي تي معاك وشي غير كرهك انت وبداو يسبوك انت تبغى يبقى بنادم يسبك مي داك الكون ما بغاش يطلعني واش غادي نقول لك السيد راه ماشي نورمال السيد ما فهمتش انا كاع واش راه واقع له المهم خويا بروبيت انا كنعتذر ثاني انت خونا صاحبي كلشي كيشوف وقع في كلمه انت والله الا قال بيزي قال بغيت نتكلم والله وجديت الرجوله وجد الرجوله والله غادي ما ديالو العقليه ديالو والله الا تسمع لي قال لي اقسم بالله انا وجدت ما خليت فيها سقله غزال من الله صاري حدانا كنت سرق الوجده كامله في الرجاله صاحبي وحق الرب ما زال خويا برونسيس انا كنعتذر انا هاني ما تعتذر حنا خوتك حتى الرجوله صراحه ولا انت ولا الاخ هشام ولا الاخ بيزيكا ولا الاخوان كاملين اللي سمعوا شي هضره انا رانا خاطيني به هذاك انا ماشي خويا لان علاش بلوكاني وما كيشرفنيش لانه واخا 9 شهور انا وياه في الكرش بلوكاني ودائما تيدير هذا القدم يعني بنادم ماشي نورمال والله يهديه الله يهديه والله العظيم اخويا انا راه ولكن انا بغيت كون كان في البلاد نقول داك الشيء يقولوا في البلاد ما يقولوش على برا ما يقدرش ما يقدرش عنده مشاكل وشنو وشنو دابا واش المراه هي اللي دايره لي مشاكل وشنو تاثر عليه مشاكل عائليه انا ما بغيتش نهضر على راه المصارم في الكرش وتيتغيروا انا قلت له هضروا معايا الوجوه الصباح والبارح هضر معايا اخ بيزيكا هضر معايا هشام اعتذرت لك واش اخويا 36 قدام هاد الالفين وشنو صيفط لك انا في البريفي اعتذار واش انا كقبلت اعتذار حتى رجوله والله العظيم بالعكس والله العظيم هاد 2001 كاملين وكنصيب كاملين قلت لهم الاعتذار من مدينه وجده هاد حيد هاد الحيه كامله وغادي نقلع كاع هاد الناس هاني 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 هو راه عندنا وقع العام جابتي هو انت كاع مكان والله
لا 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 احنا كان عزيز علينا بعلقة من الجدر وخا اسمعني اخويا وخا اسمعني وخا كاين الشباب فهمتيني ولكن القلب هو اللي كاين هو اللي كل شيء فهمتيني انت مرحبا بنادم يدير بنادم يدير غير بوجه العواشر هذا داكشي اللي كاين اصلا بنادم يدير بنادم فنوق شي يديرها زوين الوالدين راهم في القبر الوالدين راهم في التراب هشام انت مرة عندهم ميمتو كتفرج ولا الاب ديالو كيتفرج ولا الجار ديالو كيتفرج بيزيكا كذلك غير يوصلوا لهضره الجارات غير يوصلوا لهضره المو غادي يوصلوا بنادم ما كيديرش راه طالع عليه السكر وراه انا هادشي اللي بان ليا السيد ما راهش نورمال انا ما كنعرفش خويا هو ما راه نورمال نقسم لكم يمينا السيد طالع له السكر اقصى درجه وغادي يقدر الله يستر لا قدر الله توقع عليه شي حاجه تما هادشي اللي بان ليا انا بنادم لا السكر اسمعني اخويا سكارك يقتل السكر سكارك يقتل كنعرف شحال من واحد مات بالسكر راه ضار دابا كيتعصب راه ضار عيني كيخرجوا من كيتعصب والله سكار حتى هو راه مرض خيف السكر وراه شوف مشى لبلجيكا كان بلجيكا 3 ايام ما نعش وضرب 300 كيلومتر ورجع لباري دابا وما نعش وزايد فداك الشيء راه بنادم واش غادي نقول لك الله يهدي الله يهدي الله يهدي الاخ ديالي الا كتسمعني من هذا المنبر خويا العزيز الا كتسمعني من هذا المنبر ولا كنا في الكرش انا وياك التعشر وتوميين راه معمرو التوميين كيتخالفوا في الراي الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير راني صيفط لك بالبريفي وكنقول لك حشم راه الناس اعتذروا الناس اعتذروا الناس اعتذروا الله يجازيك بخير الكونت الله ينعل جد باباه الكونت ما تخسرش الرجال ما تخسرش الرجال على جال الكونت ما تخسرش الرجال ولاد بلادك على جال الكونت بالعكس قيم ولاد بلادك وهادشي اللي كاين اخوتي الله يحفظك راه ما كان لا فيلم قصير لا فيلم قصير لا والو الله يعطيني السرطه الله يعطيني العمى الى هادشي لا واحد ما كنهضروا الواقع راه اخوك ما كتفاهمش معاه في الدار قدر الاب وكتختلف معاه بعض المرات ولكن هادشي ما بغيناش حنا راه العواشر تتوصل السبان للوالدين سلام على الولد سلام على الدراري ها انا تعذرت معك العيب والله العظيم كنت غلط خويا طرونس ولكن الحمد لله اللي كما كنقولوا الكلام ديال الحق رهبان والعواشر وحنا خصنا نكونوا قدوه للشباب ديالنا ما نديروش شي مسائل اللي نكونش ضد اللايفات ولا نديروا شي حاجه اجيني الخاص دابا عمو سير عند هشام الخاص يعني ولا هذوك ديال الاتباع ديال عمو ديال الاخ ديالي الا كنتو كتسمعوا قولوا له يدوز غير الخاص وتفهمي يصبر له وسخ الخاص الوسخ ما تيصبرش بالمباشر ما تيصبرش بالدوزيام ولا في الاول الوسخ الوسخ تيصبر في الخاص سير البريفي داك الدوله احنا ترونكين خلي المشاهدين صافي الله يحفظك ربي زين كاجا مع الجمهور ماشي هو ولا شنو كنتوعوا واه تحيه بيزي كاع حيت كيدوي في الخير وحق الرب راه شوفوا هادشي كامل انا نعرفو الاخ